وحشتني يا عمري. الحمد لله السلامة. الله يسلمك. واللعب والحلوقة شوف لف. بلا بلا لف 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 لف. ترى هذا من غير فلتر. اي طب من لف. يا واد مطبات تربي كلها ورا. لا شايفنا سكة ولا. يا ولد فين الربع؟ يا اخي يده صارت طويلة علي. الربع؟ فينو؟ رميته بالشنطة. انتو انت ما قلت لي انه معاك؟ ايوه يده طويلة علي. وينو؟ الشنطة. اسألك بالله. ربع. ايش هذا؟ وينه؟ وينه هو؟ صل على النبي. وينه هو؟ وينه؟ صل على النبي. وينه؟ يا اخي يده طويلة علي. ايش هذا؟ ايش بك حاطه في الشنطة؟ يده طويلة علي كل شيء مدد علي الظاهر. وانت ساكت انك في الشنطة؟ قلت لك لا ماني فاتح افتح يا اخي انت صارت طويلة يا اخي لا كل انا الا مجدي خلاص افتح له طيب ابشر افتح وين هو صل على النبي وين يا ابن حلال صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي اسامة يا اخوي عشان خاطر خلاص والله عشان اسامة هذه المرة وربنا يبارك خلاص والله علشان يا اسامه حبيبي انت قدها وانا ادري انه والله انا والله بالله نزل وتكفى نزل كمان عشان خاطري معلش يلا يستاهل الربع والله خلاص صلح يلا يا عيال صلح 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 يلا هذه اخر مره مو كل شيء صالح معك بالله صلح يا يلا الربع تعال شوف يغلط علي يدق اصبع واحد يدق اصبع لا يا اخي خلاص معلش امسحه وجهي امشي خلاص قدام طالع طيب مزعج دايم سبراي يا رحمن رحيم يا بسم الله من وجهه يا رجل انت خلقه تخوف سبرايز اي سبرايز يا رجال شوف 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 بالله عليك شوف شوف كيف رجعتك يا ربا وحشتك اوه شو تسوي ذا انحش حط رجلك ايش بخاف انحش خلص قل لي ايش في عملك السبرايز اي سبرايز كيف الحلاقه اي حلاقه كيف التغير انت محلق الحين ها هذا محلق ايش بال ايه ما تغير ولا شيء يلا عليك هذا التغيير اللي حصل الحين التغيير يا ظالم انحش هنا لا يا كحل لا راح فيها يا ولد بس بالله سؤال بالله ما هو سبرايز يا كحل لا شيء متغير خليه يجي خليه يجي تعال يا اخي نعيما يا خلاص يا اخي نعيما اجلس يا اخي لا تصيح بس نعيما يا اخي نعيما يا اخي ما ادري انا احس بسبرايز قلت بس خلص البس بسم الله بسم الله بالله يا عيال بجد اتكلم معاكم بالله ما شفت الصنفره كريم الوجه على اساس انت مسوي صنفره ايه بالله مو بالله مسوي شيء ذا بالله مو اقسم بالله لعب عليك الحلاق لعب عليك الحلاق خذ فلوس ضحك عليك من ال 100 ريال 100 ريال 100 طيب ايش دخله هو ايش دخله ما ادري بس هذا اللي تبعه هذا اللي قدامي وين ما له دخل يا كحل الحلاق ايش دخله هو دقيقه انا عندي ما اخذ منك فلوس اخي قهرني عندي حل تقرب حلي اعطيني الحل وين رايح انت وين رايح صح بضبط وجهه والله ضبطك بأحلى حل سجل قاعد يضبطك يا جماعة بموت تستاهل والله
هد يا اخي تافه وظالم يا اخي. اطلع 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 يا مسعود انت شكله خلاص سوي صلح يا خلاص اجلس اجلس يا خلاص سوي صلح يا ربع انا ما عندي مشكله انت تقعد تغلط والله صالحه تصالحه الله ابا يا اخي شوف يا اخي يا اخي هد يا اخي انت ما اخذ طعم في الجبهه كمان هذه جبهه ولا سطوح اسمع اسمع انا اضحك على محشات انت ما تضحك عليها خلاص خلاص احضان احضان يلا تعال 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 ابو سعود حضن الام حضن الام تعال ابو سعود تعال تعال انا وياه تعال 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 يلا تصالحوا 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 يلا ها الصلح حقنا اي اي احلى صلح اه كذا كذا يس يس يلا الله 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 الحين بموت يا الله صدقوا أول مرة أدخل محطة القطار فرح هنا رايد المدينة إن شاء الله يا حبيبي أنت وين مرة في القطار؟ جميل المكان أنا ركبت قطار في الهند بس وكمان يعني ما في زحمة بس قطار جديد مثل حق السعودية هذا ما أقدر بس إن شاء الله نلحق لأن إحنا متأخرين على الرحلة بس ترى القطار هنا يقولون ما هو بنفس اللي برا هذا يختلف أول مرة أشوف القطار في الحقيقة أشوفه كيف يا ساتر وايد شوف يختلف هذا ها هذا يختلف ما هو نفس غير صح أول مرة أشوفه أجري أجري بسرعة خلينا نحقق رحلة أجري أجري والله العظيم هناك المدخل والله حبيت حبيت ايش يا اخي شوف السعوديه كيف صار لا لا يرحم امك خلاص بالله ما تحس بشعور فخر شوف هون شوف كيف السعوديه شوف الله يعزنا ولا يعز علينا قول امين الله ما تروح بها ها؟ اقسم بالله ما تروح بها طبعا غيرت الموضوع دخلت في الوطنيه بكره ما في ما عندك وطنيه افرح هذه درجة رجال الأعمال السلام عليكم كيف الحال حبيبي إن شاء الله طيب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك كيف حالك عسل يا حبيبي قلبي الله يسعدك يا حبيبي هذا حلو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله فخم ها؟ يعني على الاستقبال شكرا يا حبيبي يا حبيبي الله يسعدك تستاهل اكثر يا حبيب قلبي يا هلا ومرحبا كيف الحال؟ طبعا هذا صديق في برنامج التوك توك وداعم كثر اسود حبيب قلبي الله يسعدك يا حبيبي دبدوبي دبدوبي هلا حبيب هذا الصاحب الوحيد اللي عنده حضن الام يلا عيشني لا عود خدك عود خدك لا 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 هلا هلا والله يا عيون يا حبيب قلبي كيف الامور الله يسعدك كرم النخيل يلا حيوا يا حبيب قلبي الله يسعدك بعد راسي يا حبيب طبعا جينا هنا عند الشباب الله يرضى عليك ضيافه عبد الكريم الحربي يا عيوني كيف الحال الله ان شاء الله طيب تاخرت سامحنا والله ودك تجي بدري وننبسط ان شاء الله نقول يا رب ان شاء الله يا رب يا هلا والله كيف حال الشباب طيبين الله يسلمك وحشتني حبيبي هلا ابو داوود هلا ابو داوود هلا بالقلب اقسم بالله قلبي ما ادري وينه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا هلا يا ابو داوود شرفتنا كيف حال الشباب ان شاء الله بخير يا حبيب قلبي الله يسعدكم انا دائما في الجمعات زي كذا لما ادخل ما اعرف ايش اقول فامشيها عندك ابو سليم يا حبيبي عندك ابو سليم سديد 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 حب الشيخ ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لكم فيما اعطاكم يا حبيب قلبي الله يسعدك عندي سؤال بس اخر كل شويه قبل الضمه دي قبل الضمه احرجني الواطي والله احرجني عيال حلو عنده مشاعر حلوه عنده
سؤال ضيع ام الهرجه خلاص ما في سؤال. يا ما شاء الله تبارك الله. يقول لك دي حقيقي ما شاء الله. طبعا يا جماعه انا جيت المدينه هنا كان في ايفنت لكرم النخيل اخوي وصديقي وحبيبي عبد الكريم الحربي، ولكن انا تاخرت فالايفنت خلص. تمنيت اني انا اكون موجود. يقول مبطى من جاء والحمد لله على السلامه وعذرك سمين يا وداود كل العذر يا حبيبي. ودي تكون معنا اليوم جو كوكب النجوم وشرواك، جو شركة ام بي سي غطوا هنا ما شاء الله. الله يبارك لكم يا رب انك من اعلى لاعلى لانك تستحق. طبعا شركة كرم النخيل للعجوة من اوائل الشركات السعودية اللي تخصصت في العجوة، صحيح، ومن قلب مزارعهم. الله يبارك لكم. آمين. آمين. المرة هذه انت فجرت والله. سكت ابو اسبوعين عندهم معمول جديد، معمول بالعجوة. اقول لك فجر والله فجر. يا حبيبي الله يبارك لك. امين وياك يا حبيبي. قبل اي شيء ايش علامه الايزو والعلامه الخضراء اللي تحت دي؟ الله يحييك ابو داود طول عمرك. اي تمره من كرم النخيل من مزارع، هذه احدى مزارعنا ما شاء الله المدينه منوره. اي تمره تطلع يعني بسرعه وديني الفندق انام تعب. اي تكفى بالعقال بالعقال تكفى بالعقال تكفى كذاب. هذه الناس يهدون هي في المطار. تكفى اعطيني يا ولا من الاستقبال خلوني بومبا يا مرحبا اليوم هذه جايبينها لك. الله يستر تستاهل. معليش تفرايد طلع عيوني. ماما كيف تصور الوالده؟ الوالده كيف تصور؟ امي انا اي مره جينا المدينه وكنت ماشي كذا وانا اسوق تبغى تصور الجبال ما شفت الطاقه وتركز. الله 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 يرضى عليك يا ولد. تحط الجوال في خدي. الله يرضى عليك والله. تفك النور تشغل مسجل وتصور شغال. اسمع الكاميرا كلها كذا وتكمل السالفه. كمل السالفه وتطلب طلب ووقف خلينا ناكل وشغال التصوير. بعدين اسمع اخر شيء يا خالاتي الجو يجن. لا والله يا مرحبا. هلا والله فيك. هلا يا مرحبا. حياك الله. مضاربة حلوه والله. يا حبيبي يا مرحبا مليون. تستاهل تستاهل تستاهل. ايش اقول لهم؟ مفقود. استاذ دايما تمد يدك، ما تمد يدك. مرحبا. يا هلا وسهلا. الله يوقيك. يا ولد. الورد. معليش يا ابو خديجه. معليش ترى الورد يعني. والله الورد كله نوكل هنا. معليش يا ابو خديجه. الله يعزك. يا احمد ربك دائما سيارتك تراب وسخناها برد. والله في صدق. وش بلا بلا تخيل شكل عريس. يا يا اما مو ظابط يعني ما ظلم بالثلاجه. شوف شوف يا وسام بالله طلع لي في الثلاجه. ترى عادي ممكن تلاقي دحين سندوتش جبنة عادي ترى. قاهرني انا ما هو قاهرني لشيء واحد حط في الثلاجة عضه كمان ابيرنا ال لا يستاهل. تبغى تونة؟ اسمع عشان سويت الحركة دي يعني ابى اكلمك.